بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 214. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وكل من اتبعه واهتدى بهداه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن أحكام القضاء، وقد انتهينا إلى أحكام الدعاوى والبينات، فليكن ذلك موضوع حديثنا الآن. فالدعاوى جمع دعوى، وهي لغة الطلب. قال الله تعالى: ولهم ما يدعون، أي يطلبون ويتمنون. والدعوى في اصطلاح الفقهاء إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. والبينات جمع بينة، وهي العلامة الواضحة، وهي كل ما يبين الحق من شهود أو يمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره، وقد نصب سبحانه على الحق علامات وأمارات تدل عليه وتبينه، فمن أهدر العلامات والأمارات بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق، انتهى. والفرق بين المدعي والمدعى عليه أن المدعي هو الذي إذا سكت ترك فهو المطالب، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك فهو المطالب. ويشترط لصحة الدعوى وصحة الإنكار أن يكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. وإذا تداعيا عينا بأن ادعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما، فهي لمن هي بيده منهما مع يمينه، ويسمى من كانت العين بيده منهما الداخل، ويسمى من لم تكن العين بيده منهما بالخارج. فإن أقام كل منهما بينة أن العين المدعى بها له قضي بها للخارج، لحديث ابن عباس مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه أحمد ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه الترمذي. فدل الحديثان على أن البينة على المدعي فإذا أقامها قضي بها له، وأن اليمين على من أنكر إذا لم يكن مع المدعي بينة. وذهب أكثر أهل العلم في هذه المسألة أن العين تكون لمن هي بيده، وهو ما يسمى بالداخل، وأن الحديث محمول على ما إذا لم يكن مع من هي بيده بينة، وإلا فاليد مع بينته أقوى، والأخذ بقول الأكثر أولى. وإن لم تكن العين التي تداعياها بيد أحد، وليس هناك ظاهر يعمل به ولا بينة لأحدهما، تحالفا بأن يحلف كل واحد أنه لا حق للآخر فيها، وقسمت بينهما بالسوية لاستوائهما في الدعوى ما عدم المرجح لأحدهما. وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه، فما يصلح للرجل يكون للزوج، وما يصلح للمرأة يكون للزوجة، وما يصلح للاثنين فلهما. ولما كانت الشهادة من أقوى البينات التي تبين الحق، فقد اهتم الفقهاء بموضوعها، وبحثوه بحثا دقيقا مستفيضا في كتب الفقه، وعقدوا له بابا أو كتابا يسمى كتاب الشهادات. ونحن هنا نلخص من ذلك ما يمكننا تلخيصه من كلامهم في هذا الموضوع. فالشهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعلمه. وهل يشترط في أداء الشهادة أن يكون ذلك بلفظ أشهد أو شهد؟ هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني، وهو رواية عن أحمد وقول جماعة من الأئمة، أن ذلك لا يلزم، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. قال الشيخ: ولا يشترط في أداء الشهادة لفظ أشهد، وهو مقتضى قول أحمد وغيره، ولا أعلم نصا يخالفه، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي
اشتراط لفظ الشهادة. وقال ابن القيم: الإخبار شهادة، الإخبار شهادة محضة في أصح الأقوال، وهو قول الجمهور، فإنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ أشهد، بل متى قال الشاهد رأيت كيت وكيت أو سمعت أو نحو ذلك كانت شهادة منه، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة، ولا عن رجل واحد من الصحابة، ولا قياس ولا استنباط يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك، انتهى كلامه. وتحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا دعوا لتحمل الشهادة فعليهم الإجابة. والآية عامة في الدعوة للتحمل والدعوة للأداء. وقال ابن عباس وغيره في معنى الآية: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود، فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما أداء الشهادة فهو فرض عين على من تحملها متى دعي إليه، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومعنى الآية الكريمة: إذا دعيتم إلى إقامة الشهادة فلا تخفوها ولا تغلوها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه، وهذا وعيد شديد بمسخ القلب، وإنما خصه لأنه موضع العلم بالشهادة. فدلت الآية الكريمة على فرضية أداء الشهادة عينا على من تحمل متى دعي إليه. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: التحمل والأداء حق يأثم بتركه. وقال: قياس المذهب أن الشاهد إذا كتم الشهادة بالحق ضمنه، لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل فلزمه الضمان، كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل انتهى. ويعتبر لوجوب التحمل والأداء انتفاء الضرر عن الشاهد، فإن كان يلحقه بذلك ضرر في نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله لم يجب عليه، لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولحديث: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.